بدقلك جمالك نعمة ما بين المصري جمالك نعمة واللي يكرهه إن شاء الله يعمى نيع بتجنن انت والله عليك شو هالشعرات اليوم مغيره اللوك ايه طبعا زيد الشعار اطلع معكم هيك فريش فريش طبعا مثل الدولار وهلا قربنا عم نستقبل الصيفيه ايه وموعودين الله راد من بعد هالانتخابات ان شاء الله تكون عظيمه يعني صيفيتنا ان شاء الله فمثل ما الله بيريد نحن لازم دائما نضلنا امل وتفاؤل ونضلنا نفرح هالناس ونزرع البسمه على وجوههم انت دائما حضورك في ابتسامه في طاقه في طول طول اهم شيء اهم شيء في ناس بيحاربوا هيدي الطاقه انتبه على صح يلي اوقات بشوفوها عند الفنان الناجح صح مين عنده مصلحه انك تفشلي مين هو هذا في كثير اشخاص ممكن يكون عندهم مصلحه اني افشل او حتى غيري يفشل مش بس انا دائما الشجرة المثمرة ترشق بالحجارة ويمكن في مش رح أقول كل الناس أكيد لا كل الناس خير وبركة في أشخاص مرات يمكن بتخاف من الشخص اللي صح. ممكن ينجح اللي ممكن بخافوا يغطي عليهم يسرق من ضوهم يعني في غيرة ممكن أكيد في غيرة بكل شيء في غيرة بالحياة كنا عم نحكي عن هذا الموضوع بس أنا في شغلة واحدة بآمن فيها أنه بالنتيجة كل إنسان رح ياخذ نصيبه يعني بدل ما نحن نوقف بدرب بعض مفروض نوقف حد بعض ونشجع بعض صح. وكلنا حنوصل وكلنا عنا جمهورنا وكلنا عنا ناس بتحبنا وكلنا عنا ناس بتقدرنا وبتقدر فننا فما حلو نحن يعني نكون هالقد صغيرين النفس او صغيرين العقل ونقعد نحارب بعض صح. طب كريستينا انت دائما ناشطه لحقوق المراه الوومن امباورمنت اكيد الحضور النسائي بالبرلمانات مثل بثمان نائبات كثير قليل شو رسالتك لألهم؟ أكيد أنا رسالتي أنه يتوحدوا هالسيدات ويوحدوا معهم كمان الرجال الموجودين حواليهم لأنه المرأة دايماً بتأثر وين ما كانت وين ما حطيتيها وبتحس أنه عندها توازن بكتير أوقات أكيد مع احترامنا للرجال مش يعني الرجل ما عنده توازن ما حدا يفهمني غلط بس المرأة عندها طريقتها دائما هي كيف بيقولوا الام بتلم وكيف بيقولوا ست البيت هي بتعمر البيت نفس الشيء بحس بالمجلس انه هالستات ممكن يعملوا فرق كثير كبير هلا يا ريتهم اكثر من ثمانيه لانه احنا بحاجه لطاقه نسائيه نعم. وخاصه انه ستاتنا بهالايام صاروا كلهم مثقفات ومعلمات وما بينقصهم اي شيء فان شاء الله مرت الجاي انه يرجع يقدم ستات اكثر يكون عندهم الحماس والشجاعه وان شاء الله انه ما يتحاربوا لانه كمان ممكن انه يتحاربوا ونصير عنا إكواليتي يعني يصير عنا نكون توازن. متساويين وتوازن توازن. بين المرأة والرجل كريستينا بشرفك هلأ سؤال أنا حرق لي قلبي تخبنا هلا غير الطول اللي غير الطول انا اذا بتوقف في حد بيقتل حالي بيقتل حالي بنتحكي لا بعيد الشر عن قلبك والله علي بدي انتبه والله بدي انتبه والله بروح دعس بدخول بلعبه الطول طيب انتخبنا نواب انا متى بدنا ننتخب ملكة جمال هيك طب وبعدين شو اللي صار يا عمي قبل ملكة ماير عايدي صار لها اربع سنين يعني بعد سنتين صامدة عم يبددوا لها عم يجددوا لها عم يجددوا لها فايتة اسمها ماير عايدي بري مثلا ما حدا بيعرف فايتة بزمن التجديد والتمديد طب هالتاج ما بدهم يهووه ما احسن ما نفوت بزمن الفراغ يا خيي بدك فراغ انت ولا بدك بس حلو الواحد يضل تمديد احسن لا اكيد طب كريستينا كيف بتقيمي تجربتك الفنيه بالغنى اليوم؟ كيف بقيم تجربتي؟ بالنتيجه ولا انسان بحب هو يقيم نفسه بيترك التقييم للناس اللي بتحبه طب ما بتنتقدي انت حالك لتتطوري؟ اكيد بيني وبين حالي انا اكثر شخص بينتقد حاله بشوف انت قاسي على حالك بالنقد؟ قاسي كثير على حالي عن جد بالنقد عن جد؟ على نفسي جدا هلا ما بقول لك اياهم الك ما بقولهم يمكن علنا بس انا بيني وبين حالي اكيد بقسى على حالي بكثير قصص حتى انا مرات مش بس فنيا بحياتي العاديه يعني مع كل الناس اذا بحس حالي اني غلطت بشيء او ضايقت حدا بشيء انا قاسيه على نفسي بحاسب حالي بتضايق كثير من حالي وبصير بدي اعمل اي شيء لارجع ظبط الموضوع مع انه معروف عني انه اكيد ما بقلل احترام مع حدا ولا باذي حدا ولا شيء بس انه الانسان بالنتيجه كلنا بنغلط ما حدا معصوم عن الخطا